أيها الحضور الكريم، نحن سعداء بالمجيء إليكم والجلوس بين أيديكم والحديث إليكم والاستماع منكم حول موضوع يناير أو السنة الأمازيغية الجديدة. وعلى كل حال، أنا مداخلتي ليست مداخلة تغوص في عمق التاريخ، لأنني لا أحسن ولا أتقن هذا المجال، وإنما أنا مداخلتي سميتها التراث الأمازيغي أبعاد ودلالات. المعالجة تاعي هي معالجة مقاصدية. لماذا معالجة مقاصدية؟ كلمتي موجهة إلى فرسان المنابر للإخوة الأئمة، أن ربما هذه المعاني يحتاجون إلى الحديث عنها في دروسهم، في خطبهم، في ندواتهم، في محاضراتهم المختلفة، في مساجدهم. أنتم أيها الأئمة الأفاضل تعلمون وتوجهون وتدرسون في منطقة القبائل، وبالتالي ينبغي على كل واحد منكم أن يكون لديه إلمام بهذا التراث، بهذا المخزون الحضاري. ويجب عليكم من الناحية الحضارية أن تتحدثوا عن عمق هذا التراث. طبعا هذا التراث لديه مجموعة من السمات. السمة الأولى هو جهد وكسب بشري، جهد وكسب بشري، لا ينبغي أن ننظر إليه نظرة تقزيم أو تبخيس، ولا نظرة تعظيم أو تقديس. ثم الطرح اللي مفروض يكون عندكم في المساجد يكون طرح واقعي، طرح موضوعي. ما لازمش واحد ينقص ويقلل ويقزم من هذا الجهد وهذا التراث اللي خلوهنا آباؤنا وأجدادنا، وما لازمش في نفس الوقت أنه الإنسان يرفع إلى درجة أنه وكأنه وحي. لا نظرة تبخيس ولا تقزيم، ولا نظرة تعظيم، ولا نظرة تقديس. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، هذا التراث الأمازيغي الآن راح أصبح عنصر مهم، يا إما أن يتبنى ويعالج من طرف أصحاب العقول النيرة الواعية والأيادي الطاهرة المتوضئة. إذا كان عولج من طرف هؤلاء اللي عندهم عقل واعي، عقل نير، وعندهم أيادي متوضئة طاهرة، يصبح هذا التراث عنصر لحمة وطنية، عنصر تماسك اجتماعي، يحببنا إلى بعضنا البعض، وينمي المودة والخير فيما بيننا. لكنه إذا تركه هؤلاء أمسك بتلاذبه الغير. هناك في هذا المنطقة أناس أصحاب عقول عليلة معتلة، وأصحاب أيادي نجسة، أكرمكم الله وكرم هذا المجلس. فعندئذ يوظف ويستخدم هذا التراث فيصبح عنصر تخريب، وعنصر تدمير، وعنصر فتنة، وعنصر تمزيق للحمة الوطنية. إذن من الناحية الاجتماعية ومن ناحية إقامة الشهادة على الناس، يجب أن يتبنى ويعالج من طرف هؤلاء الذين ذكرتهم في بداية حديثي. الفكرة الثالثة في مقدمة هذه المداخلة، احنا كي نقرأوا هذا التراث وما فيه من قيم ومعاني حضارية، نحتاج أن ننميه. إذن نستنبط ونستنتج ونستقي من هذا التراث المعاني والقيم الحضارية التي نحتاجها اليوم في زماننا هذا، في عام 2020 وما يأتي ما بعده. وهذا القيم الكثير منها إذا أخرجت وألبست بثوب عصري سيتجاوب معها الجميع، حتى واحد اللي ما هوش تاع الأمازيغ، ما هوش تاع منطقة القبائل. هذا الخطاب إذا قلت هنا في بجاية، ولا قلت في تيزي وزو، ولا قلت في قسنطينة، ولا في الواد، ولا في المسيلة، مثل هذا الخطاب إذا ألبس بثوب الدين وألبس بلباس الدين وألبس بلباس الروح سيتقبله الجميع. لكنه إذا أفرغ من هذا البعد الديني وهذا البعد الروحي سيصبح شكل من أشكال الفولكلور
أكل وشرب ولباس ورقص وما إلى ذلك، بل أنه أحيانا قد يترجم ترجمة شركية وترجمة وثنية. الله يرحمه الشيخ البشير الإبراهيمي كي قال الأمازيغ والإسلام مثل النجمين الفرقدين، إذا ظهر أحدهما ظهر الآخر. تراث الأمازيغي إذا كان فصلته عن البعد الروحي البعد الديني ما كانش واحد يتجاوب معاك، لكنك إذا ألبسته لباس الدين ولباس الروح عندها الكل سيتجاوب معك. قولوا في أي مكان ورأسك مرفوع. في هذا التراث الأمازيغي خيرت خمسة، سميتها خماسية دلالات التراث الأمازيغي. الدلالة الأولى ولا البعد الأول، البعد الاقتصادي، الدلالة الاقتصادية. يناير علاش يسموه يناير؟ هو يوم الأرض، يوم الأرض. الإمام ولا المدرس ولا الأستاذ كي يتكلم في المسجد في يناير ويتحدث عن البعد الاقتصادي وخدمة الأرض والاهتمام بالأرض، هذا موضوع تاع الأمس وتاع اليوم تاع غدوة. كي نقولوا يوم الأرض، القبائل أيها الحضور الكريم في شهر يناير يصبح العقال والأعيان تاع القرية ولا تاع العرش بمثابة مفتشين كما يقول الدارسين، يتفقدون الأسر والعائلات، يشوفوا شكل منهم راه يعاني من الفقر، يعاني من النقص وعنده حالة إعسار، فكل واحد منهم يدعو إلى الآخر، هذا يعرض هذا، هذا يدعو هذا. والقبائل عندهم واحد الكلمة يقول لك هذاك الشغف يقول لذ الملح، وتشتا يقول لين واكل الملحين، ناكل الطعام تاعك والملح تاعك وتاكل الطعام تاعي والملح تاعي. وهذا عنده معنى، عنده بعد. ما معنى كي ناكل الماكلة تاعك وتاكل الماكلة تاعي، ناكل الطعام تاعك وتاكل الطعام تاعي، ناكل الملح تاعك وتاكل الملح تاعي، هذا بمعنى انه تحبني ونحبك ونعزك وتعزني، تحترمني ونحترمك، تقادرني ونقادرك، توقف إلى جنبي وأقف إلى جانبك. هو مظهر من مظاهر التماسك، مظهر من مظاهر التلاحم. وإذا كان غدوة خنتني ولا خدعتني، واش نقول لك؟ نوكل لك ربي ونوكل لك الملح اللي كليته عندك وكليته عندي. هذا معنى عميق يحتاج أن يعني يحتاج أن واحد يدير عليه دراسات علمية، رسائل دكتوراه ولما لا. نوكل لك طعام تاعي وتوكل لي طعام تاعك، نوكل لك الملح تاعك، الملح تاعي وتوكل لي الملح تاعك، وذاك الشغف يقول لا أكل الملح. لأنه في 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 منظور الأمازيغ أيها الحضور الكريم، عيب أنه واحد يكون عنده أرض ما يخدمهاش. علاش يسموها يوم الأرض؟ عيب عندهم أنه واحد يخلي أرض بور وما يخدمهاش، لأن واحد اللي ما يخدمش الأرض تاعه بمعنى ما رحش يكون عنده اكتفاء ذاتي، ما يكونش عنده اكتفاء اقتصادي. واحد كي ما يخدمش معناتها يجوع، واحد كي يجوع قد يفكر في ماذا؟ قد يفكر في أي انحراف من الانحرافات الاجتماعية. واحد كي ما يلقاش واش يأكل يقدر يخمم أنه يسرق، واحد يقدر يخمم أنه يبيع الشرف تاعه، يبيع العرض تاعه، وهذا يشكل تهديدا وخطرا لتماسك القرية أو العرش بالمعنى الصغير أو المعنى الضيق، وقد يشكل تهديدا للمجتمع ككل. المجتمع اللي ما يخدمش الأرض تاعه وما عندوش الاكتفاء الذاتي، هذا مجتمع معرض لماذا؟ للاستدمار والاحتلال من طرف الغير. ففي بلاد قبائل يناير معناتها الأرض، معناتها الإنسان لازم يخدم الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول لهذاك الحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، ما عندناش في الدين أن واحد ما يخدمش الأرض تاعه. لذلك في بلاد القبائل يقول لك ثمرت جيغيل، تلقى بزاف في مناطق مختلفة يقول لك ثمرت جيغيل. ما معنى ثمرت جيغيل؟ يعني الأرض اللي تكون منحدرة ما يقدرش واحد يخدمها لا بتراكتور لا بالعجل أكرمكم الله ولا بالبغل أكرمكم الله، ولكن يخدمها بيديه، يزرعها بيديه وينقشها بيديه ويحرثها بيديه. في بلاد قبائل أيها الحضور الكريم، واحد اللي ما يخدمش أرضه، ما يخدمش الشجرة تاعه، كي يروح يتزوج ما يعطولوش بنتهم، ما يزوجوش. هذا هو العمق اللي موجود.
يقول لك هذا الإنسان الشجرة تاعو فرط فيها، الأرض تاعو فرط فيها، ما نقدرش نستأمنه أننا نعطوله بنتنا نسبوه يولي الصهر تاعنا. خدمة الأرض، وما أدراك ما خدمة الأرض. ففي يناير العقال قلت والأعيان يخرجوا شكو يشوفوا شكو اللي راه محتاج باش يمدوله، باش ما يبقى حتى واحد جيعان. مظهر من مظاهر خدمة الأرض والتماسك الاجتماعي. وفي نفس الوقت هذا الإنسان اللي يمدوله ويعاونه وكأنه يوصلوا له رسالة، يوصلوا له رسالة يقولوا له عيب عليك أنه تبقى إنسان تحتاج نعاونوك وإنسان ما تملكش الزريعة الكافية، البذور الكافية التي توفر بها الغذاء لأهلك والغذاء لحيواناتك أكرمكم الله. هذا المعنى الذي نحتاج أن نتحدث عنه في يناير، يوم الأرض، خدمة الأرض. تؤمن أنه حاجة واحدة أخرى، في يناير كي يديروا العشاء ولا يديروا الفطور تاع يناير؟ في بلاد قبائل هذا الفطور يندر مكون من سبع عناصر كلها مستخرجة من الأرض. أدوين السبعة يسوفر، نغ السبعة يسوفر لا كومبوزيسيون تاع الغذاء تاع يناير كله يديره من حوايج اللي يجيبوها من الأرض. ماشي كيما اليوم يناير يحتفلوا بيناير ولكن الفطور ولا العشاء المكونات تاعو العناصر تاعو شوية تاع الهند وشوية تاع الصين وشوية تاع جابون، يقول لك رانا احتفلنا بيناير. فيه معنى من معاني العودة إلى الطبيعة، البيو. الآن أيها الحضور الكريم، الكثير من الأمراض التي نعاني منها في مجتمعنا سببها آت من ماذا؟ من نمط غذائنا ومن طريقة أكلنا وعيشنا. فأجدادنا كي يقول لك العشاء تاع يناير ولا الفطور تاع يناير يندار من مكونات الأرض التي نخدمها. هذه الرسالة نحتاج أن نوصلها اليوم في مجتمعنا باش نقولوا أجدادنا فقهوا ما معناه العودة إلى الغذاء الطبيعي، العودة إلى الطبيعة، لو بيو. الآن الغذاء الطبيعي عند البلدان الأوروبية، الأكل الطبيعي يتباع بأثمان عالية جدا، بأسعار عالية، لأنه هو اللي يحافظ على الصحة تاعنا. إذن أول شيء في التراث الأمازيغي البعد الاقتصادي، خدمة الأرض والاهتمام بالأرض وعدم ترك الأرض بور، لأننا بذلك إذا خدمنا أرضنا حصلنا رزقنا وحققنا الاكتفاء الذاتي، بذلك سيكون مجتمعنا نظيفا وطاهرا من كثير من الأمراض والانحرافات الاجتماعية. لأن المجتمع كيكون شبعان عنده اكتفاء ذاتي ما يتعرضش للاحتلال، والمجتمع اللي يكون الأفراد تاعو يخدموا هذا المجتمع ما يجوعش، وإذا كان ما إنسان ما جاعش ما يقدرش يفرط في الدين تاعو. تعرفوا هذيك الحكمة اللي تقول قال الكفر للفقر إذا ذهبت إلى أرض فخذني معك. وين يكون الفقر وين تكون الميزيريا ثم يقدر يكون الكفر، ولكن وين يكون الاكتفاء الذاتي ويكون الثراء الاقتصادي يكون المجتمع مجتمع متماسك. هذا البعد الأول. البعد الثاني لنحتاجه في التراث الأمازيغي أننا نميط عنه اللثام وننفض عنه الغبار، وهو البعد الاجتماعي. المجتمع الأمازيغي فيه واحد العناصر مهمة بزاف، البعد الاجتماعي. وربما في البعد الاجتماعي راح نتكلم على نقطتين. النقطة الأولى هي التعايش مع الغير. اليوم رانا أيها الأئمة الأفاضل، واحد منكم كي يدخل إلى فضاءات ووسائط التواصل الاجتماعي راكم تلقوه معمر يعج بكل أنواع التراشق والسب والكذب بين أفراد وأبناء المجتمع الواحد. هذه النعرة تاع الهوية والعصبية اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها من دعوة الجاهلية. هناك أيادي الآن تعمل على إثارتها وإعادتها وبعثها من جديد بثوب عصري، بلباس عصري، عن طريق هذه الوسائط وهذه الوسائل. نحتاج باش كي نتكلموا على التراث الأمازيغي نتحدثوا على كيف كان التعايش موجودا ما بين الأمازيغ وغيرهم من الشعوب والأجناس الأخرى.
نولا راه يعجبني بزاف كي نقرا مثلا الدكتور أهرزقي في الراديو يتحدث على بعض المستشرقين الاوروبيين، يقول لك كيفاش انه اجدادنا الامازيغ ما كانش عندهم اي حرج اي حساسيه انه يكتبوا اللغه الامازيغيه باللغه العربيه لمده 14 قرن، يكتبوا الامازيغيه بالاحرف العربيه لمده 14 قرن. هذوما اجدادنا الامازيغ. ويذكر اسماء بعض المستشرقين من ضمنهم أنري باسي في كتابه لو بربري سالونغ، البربري ولغته، وجابرييل كون في كتابه البربر هويه وذاكره، لي بربر ايدونتيتي اي ميموار. يقول لك كيفاش انه الامازيغ 14 قرن هما يكتبوا اللغه الامازيغيه بالاحرف العربيه وما كان عندهم اي حرج في ذلك، تعايش مع لغه القران الكريم مع اللغه العربيه. وكتاش بدات هذه تاع هذا عربي وهذا وهذا وهذه قبائلي وهذه بدات. يقول واحد المستشرق اوروبي في كتاب الفه في سنه 1838، يقول لك الماريشال ولا الكولونيل بيجو في سنه 1844 نهار دخلوا لبنادنا هما اللي بداوا، فكان يرسل تعليما الى ضباطه وعساكره يقول لهم كي تتحدثوا عن التراث في بلاد الجزائر تحدثوا دائما بلي هناك شعب عربي وهناك شعب امازيغي. فنحن في امس الحاجه في الوقت الراهن ان نعود الى هذا التراث لنعمق معاني التعايش والتماسك مع اللغه العربيه مع العرب. ما عندنا حتى حرج في ذلك التعايش مع العرب، انه كي تشوف المؤسسات الدينيه المساجد والزوايا، اغلب الزوايا والوثن المعماريه اللي موجوده في بلاد القبائل شكون يقراو فيها؟ ما يقراوش فيها اولاد القبائل، يقراو فيها اولاد العرب، صح ولا لا؟ لا، هذا الكلام الذي ينبغي ان نتحدث عنه. واحتضن اجدادنا والقائمون والمشرفون على هذه الزوايا هؤلاء الطلبه، احتضنوهم كابنائهم، بل أن هذه الزوايا وهذه المؤسسات الدينية لكي تواصل رسالتها التربوية ورسالتها الإصلاحية والتعليمية كان يدير أوقاف، أوقاف سواء أوقاف منقولة ولا أوقاف عقارية، تلقى أشجار زيتون، تلقى قطع أراضي، تلقى ثير في الجامع، ما داخلها كلها تذهب إلى ماذا؟ إلى الزوايا، من أجل خدمة القرآن الكريم والطلاب القرآن الكريم. ومن يدرسون القرآن الكريم في بلاد القبائل في هذه الزوايا هم أبناء ليس من منطقة القبائل، في الغالب يأتون من مناطق أخرى، مظهر من مظاهر التعايش. كنت حدثوا على البعد الاجتماعي، تحدثوا على عنصر التكافل والتضامن الاجتماعي. كاينين بعض الأئمة اليوم في بعض المساجد يبلغون من حين إلى آخر يحشم يتكلم على الوزيعة، يحشم يتكلم على ثيم شرط، وكاين البعض منهم ربما اللي عنده بعد، عنده بعد ضيق ولا عنده نظرة ضيقة ولا عنده ترجمة ولا تفسير ضيق لهذا المعنى، يقول هذه شكل من أشكال الكفر وما إلى ذلك. أركو هي في العمق تاعها عندها معنى ديني، لوزيعة ولا ثيم شرط عندها معنى من معاني الصلة الاجتماعية. كلكم أيها الحضور الكريم وعلى الأقل جلكم يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الأشعريين، يقول في معنى الحديث إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم جمعوا ما عندهم من طعام ووضعوا في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم بالتساوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد الكونفيرم هذا السلوك تاع الأشعريين، فيقول أنا منهم وهم مني. هذا الأمر الذي كان يفعله الأشعريون والذي أكده وثبته النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس المعنى الذي كان يمارسه أجدادنا وأسلافنا في مشرط ولا في وزي ولا الوزيعة، فيها مظهر من مظاهر الصلة والتعاون الاجتماعي. وربي يقول وتعاونوا على البر والتقوى. إذن كنت تحدثوا عن البعد الاجتماعي نحتاج أن نبرز عنصر التضامن والتكافل، ربما الشيخ رشيد سيعود إلى هذا النقطة بشيء من التفصيل في مداخلته. البعد الثالث الذي نحتاج أن نبرزه هو البعد السياسي، باش ما الناس ما تهدرش تقول الأمازيغ هذو معناتها قوم همج، قوم متوحشون كما يقول البعض وكما يكتب البعض. الأمازيغ أغلب المؤرخين يقولوا الأمازيغ معناتها
هو الشعب الشريف، هو الشعب الأبي. ويقول ابن خلدون في واحد المقطع يقول لك هو جيل عزيز على الأيام، جيل على عزيز على الأيام. وبعد يقول كل الشواهد وكل الأدلة تؤكد أنهم قوم شديد بأسهم، مرهوب جانبهم، مرهوب جانبهم، كثير جمعهم، يضاهون أمثالهم من الأجناس والشعوب، مثل الفرس والروم، مثل الروم والفرس والعرب. إذن هم قوم، هم قوم عزيزون على الأيام. كنت حدث على البعد السياسي والحضور الكريم، حبيت أبرز عنصر مسألة الجماعة، نظام الجماعة. والجماعة هذا مصطلح قرآني، مصطلح ديني. كنت قرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة بركة والفرقة عذاب. تحتاجون أنكم تتكلموا على هذا النقاط، على بالي بلي هذا النظام الاجتماعي وهذا النظام السياسي المصغر إن صح التعبير لبدا يتلاشى ويتناقص في كثير من المناطق، ولكن مليح أن أنتم تتكلموا في دروسكم وفي محاضراتكم وفي خطبكم، تبرزون أهمية نظام الجماعة. وعلى بالكم نظام الجماعة أيها الحضور الكريم هو هيئة تنفيذية تطبق القوانين العرفية، القوانين العرفية التي كان يضعها الأسلاف والأجداد، سواء في المناسبات، مناسبات الأفراح أو الأقراح اللي مر بها المجتمع. وشوفوا نظام الجماعة أيها الحضور الكريم، نظام الجماعة هذا القوانين تاعو باش يكون عندها صدى، يكون عندها هيبة في الطراف الأمازيغي، تلقى الجماعة باش يكون القوانين تاعها تقبل وتنفذ، ليخالفها يسلطوا عليه ولا يطبقوا عليه نظام الغرامة، أذي تخطي ليخرج على نظام الجماعة، أذي تخطي باش يبقى هناك نظام. بل قد يصل الأمر إلى حد ما يسمى بالعزل الاجتماعي، أذي توعزل كي يكون واحد يخرج على نظام الجماعة، يتعزل، ما يشريوا عليه، ما يشري عليهم، ما يخطبوا من عنده، ما يخطب عن عندهم، ما يبيعوا له، ما يبيع لهم، إلى درجة أنه يصل أنه لازم ينتظم ويعود إلى نظام الجماعة. وهذا نظام العزل الاجتماعي اللي كان يطبق النبي عليه الصلاة والسلام في فترة من الفترات كي تقرأ في السيرة النبوية. إذا مليح أنتم كي تتحدثوا على هذه المسألة تتحدثوا على النظام. والآن رانا نشوف بلي الكثير من الأسر والكثير من القرى والكثير من المداشر تعاني حالة من الفوضى، تعاني حالة من الفلتان. فمليح أن الإنسان يتكلم على هذا من التنظيم السياسي المصغر، نظام الجماعة وما آثر نظام الجماعة، وما نحن في أمس الحاجة إليه في زماننا هذا، أن ينمى وأن يقوى وأن يجدد. القيمة الثالثة أو البعد الثالث، تحتاجون أن تتحدثوا على البعد الثوري النضالي، باش ما يجيش واحد عليكم يتكلم لكم ويقول لكم بلي هذو بلاد الحركة، بلاد القومية، بلاد الخيان وبلاد كذا. اتحدثوا عن الجانب الثوري، الجانب النضالي، كيف كانت هذه المنطقة وما زالت هذه المنطقة عبر مراحل تاريخية مختلفة أنها وقفت ضد المحتل. من معاني الأمازيغ معناتها شعب يأبى الظلم، يأبى الاحتلال، ما يقبلش. أنا كنت نسمع على الأستاذ محمد صغار بالإعلام يحكي على الكاهنة، يقول لك علاش في البداية وقفت ضد الإسلام؟ لأنه كانوا يعتقدوا أنه هؤلاء الفاتحين مثلهم مثل باقي المحتلين الآخرين. لكن الكاهنة لما أمسكت بأحد الشباب يسمى خالد، ربات وكبرات وعلمات، فهم لها بلي هؤلاء الفاتحين ليسوا كغيرهم ممن تداولوا على هذا المنطقة، حينها أوصت أولادها أنهم يدخلون في الإسلام. شعب يأبى الضيم ويأبى الظلم ويأبى الاحتلال. تقرأوا في محطات تاريخية كيف أنه المجتمع الأمازيغي وقف ضد الظلم. نبدأها سيدي من مرة كذا نقاط فلاش، سيدي بومدين شعيب الذي أخذ معه مجموعة من الرجال الأبطال الأشاوس من الأمازيغ
وشاركوا مع صلاح الدين الأيوبي في تحرير القدس الشريف وبلاد الأقصى من أيدي الصليبيين. طبعا صلاح الدين الأيوبي اهتدى إلى هذه الفكرة بعد إشارة بعض المستشارين الذين أشاروا عليه، كي قال لهم حبيت نروح نقوم بهذا الحملة أشاروا عليه قالوا له أدي من بلاد الأمازيغ، أخذ معه رجالا من الأمازيغ. إذن الأمازيغ لهم بصمة في تحرير الأقصى من أيدي الصليبيين. نروحوا شوية كذا القدام سنة 1492 في تحرير الأندلس اللي كانت 8 قرون تسمى بلاد الأندلس اللي راهي اليوم تسمى إسبانيا. الفاتح طارق بن زياد اللي خذ معاه 12,000 من المقاتلين من ضمنهم 10,000 كلهم من الأمازيغ، هكذا يقول التاريخ. 12,000 من المقاتلين 10,000 كلهم من الأمازيغ. إذن الأمازيغ كانت لهم بصمة في تحرير بلاد الأندلس. زيد امشي شوية القدام سنة 1830 أول ما وطئت أقدام الاحتلال الفرنسي بلادنا، الدي حسين آنذاك بمجرد دخول القوات الفرنسية يرسل إلى منطقة القبائل، إلى عقال منطقة القبائل يطلب منهم الدعم، يخرجوا إلى الجزائر العاصمة، يقدرهم واحد ضابط الفرنسي يسمى ضابط روبان، 25,000 مقاتل من منطقة القبائل وكلهم يرتدون ويلبسون اللباس الزوايا وثم عمرين تاع منطقة القبائل. 25,000 واحد كلهم من بلاد القبائل، هذا لو برومي كونتاكت مع قوات الاحتلال الفرنسي. بل أنه كي تشوف التاريخ فرنسا نهار دخلت الجزائر دخلت في عام 1830، وقتاش وصلت إلى بلاد القبائل؟ في عام 1857، بعد 27 سنة باش قدرت تدخل إلى بلاد القبائل. هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة المقاومة الشرسة والمقاومة البطولية التي كان يبديها رجال هذا المنطقة الحضارية. نزيدوا نمشيوا شوية القدام هكذا في سنة 1854 مع مقاومة السيدة لالة فاطمة نسومر اللي كانوا يسميوها هذاك الوقت الفرنسيين، هما يسميوها عندهم جان دارك فرنسا ويسميوها لالة فاطمة نسومر يسموها جان دارك الجزائر. خارجة زاوية سيدي محمد مزيان أعتقد في حدود ضواحي منطقة تيزي راشت الأصول تاعها لالة فاطمة نسومر، هذه الزاوية تاعهم ثمانية خرجوا نظام المسبلين. وما معنى مسبل؟ يعني الطلبة تاع الزاوية كي يخرج يحارب يكتف رجليه يربط رجله بالحبل يبقى في بلاصته يضرب يا إما ينتصر يا إما يسقط شهيدا ما يرجعش اللور. نظام المسبلين، وكلمة المسبلين هذا مصطلح مأخوذ من الدين تاعنا في سبيل الله. أول من وضع نظام المسبلين هي هذا الزاوية، زاوية سيدي محمد مزيان. سيدي محمد مزيان هذا سي الطاهر اللي كان مشرف عليها أخلل فاطمة نسومر. نزيدوا نتقدموا شوية القدام لهنا نوصلوا للصدوق سنة 1871 مع مقاومة الشيخ بالحداد اللي كان في عمره 80 سنة ويهز العصا ويمشي في السوق يقول سنرمي فرنسا في البحر كما أرمي هذه العصا في الأرض، وكان يدعو إلى الجهاد. هذا الجانب الثوري البطولي اللي مليح واحد الإنسان يتكلم عليه في منطقة القبائل. زيد امشي شوية القدام تلحق في إعلان ولا بيان أو نوفمبر 1954 وين تحرر هذا البيان؟ تحرر في منطقة إغيلي مولا، قرية إغيلي مولا، بلدية تيزين 3 في دائرة واضية إحدى دوائر ولاية تيزي وسو. زيد امشي شوية القدام لهنايا تاع 56 مؤتمر الصمام وين دار هنايا في منطقة إفري بإفري أزلك. زيد امشي شوية للمجاهدين العظام، البارح أنا كنت نتكلم مع واحد من المشايخ تاعنا شيخ عبد الرحمن جوزير ببارك فيه من الباحثين في التراث وكذا، يقولك يعني منطقة ذراع بن خدة هكذا شيخ عبد الرحمن، منطقة ذراع بن خدة وحدها فقط إحدى دوائر ولاية تيزوزو أعتقد سقط فيها حوالي 19 كولونيل هكذا، هي اللي كولونيل كامل تاع الثورة أعتقد ما يجوزوش 25، هذو 19 كلهم سقطوا في منطقة ذرع بن خدة من منطقة القبائل. الجانب الثوري والجانب البطولي.
إذن الكلام الذي يكال افتراء وبهتانا على هذه المنطقة تحتاجون أنتم، أنتم راكم مسكين المساجد، راكم مسكين المنابر، أكثر المؤسسات التي يرتادها أكبر عدد ممكن من الناس من المجتمع هي المساجد، تحتاجون أن تبرزوا هذه المآثر وهذا التراث أيها الحضور الكريم. نختم بالبعد الأخير وهو البعد الروحي. وكنت أتكلم على البعد الروحي أقصد بذلك منطقة القبائل، هي منطقة تاع الدين، مش منطقة تاع كفر، مش منطقة تاع وثنيات، مش منطقة تاع شركيات، هي منطقة المساجد. وربما يكون في علمكم الآن من أكبر الولايات اللي عندها أكبر عدد من المساجد هي الولايات تاع منطقة القبائل تيزي وزو، أكثر من 1000 واحد بجاية، أكثر من 700 مسجد وزيد أيضا بومرداس 400، الله يبارك بومرداس 400. هذا كله تحتاجون أن تتكلموا عنه في دروسكم وحضارتكم لتبرزوا الاهتمام بالجانب الروحي، بالمساجد، بالمؤسسات الدينية، بالزوايا. هذا كل ما يمكن أن أقوله بشكل مختصر أيها الحضور الكريم. إذن عندما نتحدث عن التراث دلالات وعبر، القصد من وراء ذلك أننا نحاول أن نبرز ما يوجد في هذا التراث من قيم حضارية ومن معاني حضارية تركها لنا أجدادنا وتركها لنا أسلافنا. الواجب يبقى علينا اليوم أن نعيد قراءتها ونعيد طرحها بثوب عصري، ونحاول أن نسقطها على الواقع الذي نعيشه الآن. هذا وبالله التوفيق، شكرا لكم أيها الحضور الكريم، والسلام عليكم.